أنا في إيه يا زياد؟ إيه اللي جابك هنا يا زياد؟ وديتيني في داهية وعايشة حياتك هنا؟ أنا ما كنتش هديله حاجة. بتتصرفي بدماغك ليه؟ كان هيقتل الماتسو. تتحرقوا أنتوا الاتنين. أنا هموت بسبب اللي أنتي عملتيه ده. مين دول اللي هيموتوك؟ قولي وأنا هتتصرفي؟ أنت مش فاهمة حاجة أصلا. توطي صوتك يا بني آدم أنت واحترم نفسك. من فضلك يا أستاذ مؤنس. جدة سكيورتي. أنا ده اللي عرفت أتصرفه وقتها. تتصرفي يا هنا وتكبيلي الفلوس بأي طريقة. فلوس إيه؟ مايند يور شيت يا عم الشيخ. اتكلم بأدب يا ابني أنت أحسن لك. هو أنا جيت جنبك؟ يا هنا أنا عايز الفلوس، أنا مش هموت عشان غبائك. كلامك يبقى معايا أنا هنا، وإياك تقرب لمدام هناء تاني. أنا هقرب للي أنا عايز أقرب له. كول 911. من فضلك يا أستاذ مؤنس، من فضلك مالكش أنت دعوة، أنا هتصرف لو سمحت. بليز ليف هيم، بليز ليف هيم. قولي بس اعمل ايه وانا هصلح لك كل اللي حصل. والله هصلحه. مش عايز اشوف وشك تاني. Back to your seats. نجوم رمضان معاك على واتشت. اشترك وما تخليش حاجه تفوتك.